مفيش حد يسمع. سامي هو انت taking pages from a magazine. هل تسيطر البطولة النسائية على الدراما المصرية؟ انا بعتبر نفسي نجمة سينمائية اكتر مني درامية او تلفزيونية. اتمنى انها تبقى بجد محسوبة. انا مش عايز اقعد هنا. يحيى ده ابني زي ما هو ابن سعادتك بالظبط. على الرغم انه ما فينا نعتبر هالموسم من دراما رمضان في مصر احسن موسم وعدد المسلسلات قليل مقارنه مع سنوات اخرى، الا انه بنفس الوقت عام مميز لبعض النجمات اللي حصلوا على اول ادوار بطوله مطلقه لهم. ساعات كتير بنقابل بني ادمين نفتكر ان هم دول اللي احنا عشنا طول عمرنا نستنيهم. ارجو انها تبقى خطوه مش متسرعه. وهل تحدي عم بتواجهه السنه ريهام حجاج ببطولتها في مسلسل لما كنا صغيرين مع خالد النبوي ومحمود حميده؟ لقد نفد رصيدك. وبشرى لاول مره في الدراما بمسلسل الامر اخر الدنيا. سامي هو انت؟ لا تمشي وتطفش وتسيبهم وتعمل زي امها. هي طبعا ريهام فنانه موهوبه وكذلك بشرى، ومن حقهم ان هم ياخدوا الفرصه. اما امينه خليل اللي لساتها عم تحصد نجاح فيلم لص بغداد، فرمضان هالسنة كان مميز وخير عليها، وأخذت دور بطولة لأول مرة بمسلسل ليلى اللي كتبت أحداثه مريم نعوم وبيشارك فيه هاني عادل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي وغيرهم. بس أرجو أنها تكون فرصة مدروسة كويس من دور يقدر يقدمها بشكل مختلف في وسط دراما جاذبة، عشان تقدر يبقى الخطوة اللي أقبلوا عليها تبقى محسوبة ليهم وتمهد لمستقبل مختلف ما تبقاش محسوبة عليهم. وهل أعمال رح تمثل نقلة بمسيرتهم الفنية كونهم رح يكونوا تحت الأضواء بشكل كبير، خاصة أنه رمضان هو موسم درامي بامتياز وبيحرص يتنافس فيه أهم نجوم الصف الأول كل سنة. باي شوغر، ده شقاوة قديمة. هذا وقت حرب. احنا مع تصعيد اسماء مفيش مشكله، بالعكس الادوار الكبرى والبطوله الاولى لازم تبقى خطواتها محسوبه، نتمنى انها تبقى بجد محسوبه. واذا بدنا نتوقع مين من الثلاث نجمات ممكن تتفوق اكثر من الثانيه، فالناقد خالد محمود شايف ان بشرى هي الاكثر قدره على تحمل ضغط اول بطوله. شفنا بشرى شالت افلام في السينما ولذلك هي مؤهله اكثر لادوار البطوله. انا اسمي راجل فريد ومهدده بالقتل. محدش هيسمعك. وهل شيء بتشوفه بشر كمان في نفسها؟ والله الحقيقه انا بعتبر نفسي نجمه سينمائيه اكتر مني دراميه او تلفزيونيه، لكن الحقيقه دلوقتي بقى صعب الفرق، يعني صعب الفصل، يعني انا كان اختيار مني ان انا ما بقاش متواجده في الدراما. كنت عارفه ان انا كده كده ميته ميته، فكنت بحاول اسرق شويه حياه على قد ما اقدر. ولكن لما كانت تتواجد فكان ظهورها مميز وبنفس قوة أعمالها السينمائية، فدورها كان قوي في آخر عمل درامي شاركت فيه وهو مسلسل عوالم خفية بال 2018 مع عادل إمام. تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ ومية ألف طز فيا، المهم الناس تسقف لك، جايز كده ارتاح ضميرك. وقبلها بسنة شاركت بمسلسل لأعلى سعر وكان أيضا في رمضان إلى جانب أحمد فهمي ونيلي كريم. فكرة إيه بس؟ أنتِ لسه في الكورد يا ماما. مالكيش دعوة أنا عارفة سكتي. مستر شيك. والعامل الثالث اللي ممكن يكون مؤشر على نجاحها إنها انتقائية بأعمالها سواء في السينما أو التلفزيون. أحب دايما أكون ضيفة خفيفة يعني على الجمهور، ما يبقاش في تخمة سنوية كل سنة كل سنة أكون موجودة. أنا عمالة أحاول أفتكر لي أي موقف حلو معايا مش لاقية. سيبيني بقى في اللي أنا فيه. ما أنا شلون هتسفري جنب الباب؟ وبما أنه دايماً كانت رغبتها السينما وبعيد عن كل الأعمال الدرامية بإرادتها، فكان لازم نسألها ليش اختارت الأمر آخر الدنيا ليكون أول بطولاتها. لما بيجي موضوع جيد وده نادراً ما بيحصل وبيبقى فيه مساحة معقولة ليا وللزملاء الآخرين وبنحس أن فيه حاجة عايزة تقدم على الشاشة فيها حاجة مختلفة،
طمنيني عليها، بقالي مدة ما كلمتهاش ولا قابلتها بقالك مدة. ولكن رغم كل هالكلام فهي مش كثير مهتمة بفكرة انه هي البطلة بهذا العمل. وانا كمان ضد فكرة انه النجم الاوحد، يعني فيش حاجة اسمها كده. في حتى النجوم الكبار، اكبر النجوم بيستعينوا بنجوم شباب ونجوم من الجيل الوسط. هدفنا ان احنا نسعد الجمهور فنقدم له اكتر وجبة متنوعة ممكن. سامي، هو انت أنا رجل أفعال لأقوال. وهالعمل بيشاركها فيه عدد من النجوم، منهم مؤمن نور، هشام إسماعيل، أميرة نايف، وأحمد كرارة وغيرهم. وبشرة خبرتنا أكثر عن الدور اللي راح تقدمه. الحقيقة أنا سعيدة بدوري، دور أم مصرية وامرأة مصرية متعلمة. الظروف بتخليها تسافر برا علشان ظروف عمل زوجها يعني. ما عرفتش تحافظي على جوزك ليه؟ دي جنحة، يعني جريمة، واللي أجرم يتحاسب. وبعد هيك بترجع لعند أهلها لتكتشف مشاكل وأحداث جديدة بيناقشوا فيها قضايا اجتماعية وقريبة من الواقع والمجتمع المصري. مش فارق معي حاجة خالص، كل اللي هممني إني أطمن على أمي وبس. وفيكم تعرفوا قديش هي متحمسة إذا بتفوتوا على حسابها بالإنستغرام وبتشوفوا عدد البوستات عن المسلسل. أنا سعيدة وفخورة بهذا العمل جدا، والشركة لأول مرة بتنتج أنها تثق فيا أن أنا أكون بتحمل هذه المسؤولية. وبالفعل هالمسؤولية صعبة، ومو بس لبشرة، إنما لريهام حجاج وأمينة خليل أيضا. أنا مش حد يسمع، مش هسيب اللي عمل كده غير لما يدفع الثمن. أعتقد إن هم هيرجعوا تاني الأدوار تانية، بس ده حصل في السينما. يعني حصل مثلا مع ماجد الكدواني لما ابتدى يبقى يسمع وبيقدم ادوار متميزه. فالناقد خالد محمود شايف انه ماجد الكدواني ما كان لازم يتخذ خطوه البطوله بفيلم صعيدي رايح جاي ب 2001 واللي جمعه مع هاني رمزي. فكان جايلك لحد مصر وتستعر مني؟ انا بستعر مثل الزبالة، تعال خش خش لما تقلع الجرح. خد فرصته في انه يبقى بطل سينمائي، لكن الفيلم ما نجحش. في الواقع انت ممكن تبقى نجم في مكانك وادوارك وشخصياتك اللي انت بتختارها بغض النظر كنت بطل على الافيش ولا لا. فبطوله النجمات لهالسنه تصادفت مع عدد مسلسلات قليل، يعني مشاهدات اكثر لهم، وهالشيء ممكن يكون لصالحهم او يحط عليهم السبوت لايت اكثر. عندنا اذا نجم نجح في دور خلاص بنتعامل معه لانه ده ممكن يبقى بطل ويشيل مسلسل، مع انك ممكن تحرقه بدري.